ومعاكم عزوز منقي واسعد الله مساكم بكل خير. فيديو جديد، انا هعمل جميع الرياضه منها العقله ومنها الضغط. الضغط ممكن اعملها على الحديد اللي هناك، والعب عقله واحاول ان العب تمرين البطن بس اللي انا اقدر عليه اعمله. بس قبل كل حاجه يا ريت تشتركوا كتير وتعملوا لايكات كتير مع تعليقات الحلوه مع تفعيل الجرس. واللي بحب الرياضه، اللي بحب عزوز، بحب قناتي، اتمنى الفيديو ده يوصل لمليون مشاهده ومليون مشترك. يلا بينا نعمل العقله ونلعب هنا على اللعبه دي. طبعا هنلعب العقله دي، هيحاول يدق الكاميرا شويه وتعرف تركب. رياضة حلوة مهما كانت ظروفك، لازم الواحد يستمر عليها. أدينا أهو بشجعكم، وأنا كعزوز بحمدكم على الرياضة. واللي نام عندي في القناة يتفاعل مع القناة. يلا بينا هنلعب تمرين الضغط. يلا بينا نلعب تمرين. نلعب تمرين الضغط وبعدين إيه؟ تمرين تكون كده واسعة مع الرجل. أحاول أدق الكاميرا. حاول ادق اثنين عدة وثلاثة عدة وراسك تكون فوق. هذه صعبة هقع. طبعا يلا بقى هنخش بقى الحديدة اللي هناك دي ونلعب بقى بقية الرياضة. بس أتمنى نرجو منكم كل واحد بيشوف الفيديو ده يوصل الاشتراك، يخلي الاشتراك يتبع. هنلعب اللعبة دي وأقول لكم اللعبة دي بتعمل إيه، وبعد كده هنخش على اللعبة دي. يلا بينا نخش على الجهاز التاني. نحاول نجيب 30. عملت 10 عدات وعايز اقول الواحد كده خلاص، وعايز اقول اعملوا الفيديو ده انا، وشكرا لكم.